صار بمتحف سرسو بعد انفجار 4 آب هو كان أقسى مرحلة لمتحف سرسو يلي هو صار له 62 سنة مستمر ببيروت ويلي مرق بالحرب الأهلية، ولكن الدمار يلي شفناه بعد انفجار بيروت كان أكبر دمار. 70% من مساحة متحف سرسو دمرت، وصوفيات الزجاج ملون. قدرنا نرجع نعيد ترميمه وتأهيله بعد سنتين ونص فقط، وهيدا إنجاز